طيب قبل ما نوصل لسنه 2024، تعالى نتكلم بقى من سنه 88، ايه الخطوات اللي انت خدتها عشان تبقى اشهر صانع سفن في مصر؟ ومش بس بتصنع لمصر، بتصنع لمصر والوطن العربي واوروبا. احكي لنا الخطوات بقى. ان انا مثلا اخواتي كلهم سفاره بره، واهلنا كلهم بيسافروا بره، بناخد منهم التقنيات اللي بتعمل بره. فاحنا بدانا يعني نشوف التطور ده. المركب ده معمول له زلومه اهي، دي داخله السنه دي بس الصناعه دي. ايوه الزلومه اللي هي البوز دي. دي طبعا لما شفناها بتعمل لها، بتخش على النت وتعرف الناس اللي لازمتها ايه، من هنا بتتقنها بقى وبتدخلها بالصنعه. طيب تعالى بقى نقفز بقى 35 سنه ونوصل ل 2024 في خلال السنتين اللي فاتوا. كلمنا بقى عن صناعه السفن، الصنعه نفسها بقى. طبعا كل مره بتتطور المركب. كان اول 10 متر 12 لغايه دلوقتي لغايه 40 متر بنعمل. تمام. يعني بيعمل 40 متر، اقل من 40 متر عشان ما يخش تحت القانون البحري. لان بعد 40 متر لازم يبقى في قبطان وشيف وظابط ثاني وظابط ثاني، موال جامد. تمام. بنعمل وقت 39 38 عشان يعني ما نخطاش الخطوه بتاعت ايه. تمام. دي كان الاول مركب خشبيه، خشب صغيره. خشب. فلما راح الموضوع اتطور وبقى الشغل على حدود تركيا ومالطا ويعني وصومال واليتريا، المراكب بتسافر البحر الاحمر، الخشب بقى يفك منه، يفك ويغرق. يعني عملنا بقى الحديد. من هنا بقى التطور بقى اللي هو الايه بتاع من 2000 لغايه 2000، ده تطور الحديد بقى. من 2000 ابتدت الصناعه تتغير من خشب لحديد، لحديد وشاسيهات. ايوه تمام. لان البحر الاحمر الحديد طبعا قوي وبيستحمل، والمركب بيقعد شهرين في البحر شغال. ولازم يكون جامد وفي جميع الامكانيات كلها. تمام. يعني دلوقتي احنا عندنا مراكب على مستوى اوروبا بالظبط. الله اكبر. امكانيات واجهزه ومعدات وكل حاجه. طيب قول لي خطوات تصنيع المركب من اول ما حد يجي يتعاقد معاك لحد ما بتسلمها له، ايه هي الخطوات والتكاليف والمده؟ الخطوات، هو المركب ده عامل زي يعني سبحان الله انا زي البني ادم بالظبط، ليه شهاده ميلاد وشهاده وفاه. حتى يعني يما بينزل يعني المركب بينزل ده بنسميه يوم العرس بتاعه، يعني بيخلط من الزواج وننزل بقى حفله ده جوازه بقى. فرحه يعني بالظبط، والعمر انتهى يعني عمر افتراضي بيكسر، يبقى خلاص ما عادش اي لازمه. قول لي الخطوات تاخد وقت قد ايه من اول ما حد يتعاقد معاك لحد ما بتسلمه مركب مثلا 40 متر؟ الخطوات كانت الاول اي مركب كنا بنعمله من 6 شهور لغايه سنه. ده فتره التصنيع. هو التصنيع كله يدوي، يعني في معدات وقت باكم ومعدات، لكن برضو يعني ايه اليد غالب اليد غالب. طيب لو قلنا مثلا مركب 40 متر تاخد 6 شهور تصنيع؟ لا سنه. سنه سنه. وتتكلف قد ايه؟ المركب 40 متر النهارده تتكلف لها ما يقلش عن 20 مليون النهارده. طيب كلمني بقى عن حته ثانيه، انت بتصنع، هل بتصين تعمل صيانات؟ طبعا. يعني في قسم يعني اللي قدام ده تصنيع. تمام. اللي على البحر دون ده يطلع ينظف وحشف ويدهن، دي العمره صيانه. وينزل صيانة. يعني طيب قسمين. هل بتصين اللي انت عملتهم بس، ولا ممكن تجي لك مركب مش انت اللي عاملها تصينها؟ لا اي مركب طلع. اي مركب. صيانه المركب برضو ال 40 متر تاخد وقت قد ايه تقريبا؟ الصيانه على حسب الشغل اللي فيه، يعني لو مركب متهالك ممكن يقعد شهرين ثلاثه. لو الشغل خفيف ممكن شهر، ممكن 20 يوم.